يقول السائل: ما حكم سماع الأناشيد الدينية؟ ما هي الأناشيد الدينية؟ ما فيها أناشيد دينية، هذا عند الصوفية، ما اللي عندهم الأناشيد يسمونها الدينية؟ ما في الإسلام ما فيها أناشيد دينية، فهذا غلط تسميتها بالأناشيد الدينية. نعم. أما أنك تسمع الشعر اللي فيه فائدة وفيه حكمة وفيه موعظة من غير أناشيد، وإنما تسمعه من منشد واحد يقرأ القصيدة أو الشعر ويلقيها، هذا شيء طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعراء الذين يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن الرسول وعن الدعوة، استمع صلى الله عليه وسلم إلى شعرهم، وهذا ما هو بأناشيد، هذا إنشاد الشعر من شخص واحد لا من جماعة وتنغيم وطرب، لا، هذا لا يجوز. نعم.